أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح 6 موانئ في محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر بعد استقرار الأحوال الجوية. وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لموانئ البحر الأحمر إن حركة دخول وخروج السفن بالموانئ منتظمة حاليا ولا يوجد ما يعوق العمل بها، فيما انتظمت حركة الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس بعد هدوء العواصف الهوائية. في سياق متصل، قال مصدر بميناء العريش البحري إنه سيستمر إغلاق الميناء لليوم 4 على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية التي تسود شمال سيناء.